وهلا صار وقت نروح لتنضم لنا أخصائية التغذية ريبيكا حريقة، واليوم رح نحكي عن شو لازم ناكل أو ما ناكل إذا في كوليسترول وتريجليسيريد. بونجور ريبيكا. بونجور، بونجور ريبيكا. لازم نرقص كتير حتى نخفف سبور من هيدا، الشحم، لازم زيت. نعمل سبور أكيد كرمال يعني الرقص نوع من السبور. أكيد ايه طيب خلص. حركة. الرقص العربي او الرقص الاجنبي؟ أنت كله شو بينفع. بتحب أكتر؟ اتنيناتهم بيمشوا، ما عندي مشكلة، مع تزلغط شو بدك، كله لساني بيمشي كمان من دربه. خطوه رح تفتح سكشن طيب جديدة. يلا عم بعطيكي افكار، ها انتبهي بكره بيجيكي ناس. ايه 100%، ايه شفتي صار يجي يا ناس هيك، ما انا بعرف. كرمال هيك. هلا رح اتركك انت ونتالي على شو متفقين، تفضلوا. كوليسترول، تريجليسيريد، شو لازم شو ما لازم ناكل؟ الاكل يلي بخلي يصير عنا كوليسترول هو كل شيء اللحم الحمراء يلي كتير مدهنة، كل شيء شارك كريم مثل الجامبون، مثل الجبنة الصفراء يلي بتكون كتير دسمة، كل شيء دهون او المقالي يلي نحن عنا كتير تنداس انه نحن ناكلهم، هودي كلهم بيأدوا انه يكون عنا كوليسترول عالي. كرمال لنخفف الكوليسترول لازم نكون عم ناخد شوفان، لانه احدى الدراسات بينت انه كتير بيساعدنا نوطي الكوليسترول. كون عم ناخد كل شيء جوز ولوز وفستق واشياء نيه. السمك من اكثر الاشياء يلي بتفيد، بس اكيد نكون عم ناخده مشوي مش مقلي، لانه السمك فيه اوميجا 3 والاوميجا 3 بيساعدنا انه نحن ننزل الكوليسترول ونعلي البون كوليسترول، يعني الكوليسترول المنيح يلي بنقول له اش دي ال. نعم. السبانخ كمان كتير مهمة، يعني كل شيء ورق أخضر كتير بيساعدنا كرمال نوطي الكوليسترول. نعم. في شغلة تانية يلي هي زيت الزيتون كمان كتير مهم ليوطي الكوليسترول، بس بكمية معينة، يعني إذا نحنا كنا كتير عم ناخد زيت الزيتون هيدا بقدر يطلع الكوليسترول، بس إذا عم ناخد ملعقتين لتلات ملاعق صغار بالنهار هيدا بيساعدنا إنه نحنا ننزل الكوليسترول. يعني لازم يكون في توازن. وهلا شوي كمان بنشوف هيك بعض الصور اللي بتهون، يعني الصورة إذا فينا نقول شو لازم وشو مش لازم ناكل. ناكل كله عم تحكيه بإطار إذا لازم بكميات مدروسة، لكن هون قاسمينها اثنين، هون ممنوع هون مسموح، بإطار 100%. الكوليسترول كتير مهم انه نكون عم ناخد اشياء فيها الياف، لانه الياف على طول بتاخذ كل شيء دهون مانا منيحه بجسمنا كرمال نقدر نظهرهم، فعلى طول لازم نميل، مثلا اذا اخذنا خبز ناخذ خبز قمحه كامله او نخالي او شوفان، اذا اخذنا مثلا نكون عم نكتر سلادات كرمال لناخذ كل شيء دهون سيئه كمان ويظهروا من جسمنا. نعم. اوكي. يعني بالنسبة للصورة اللي شفناها قبل، يعني الخضرة والفواكه والموز وهيدي والكرز، كمان بدل الخبز وقليل، هودا أكثر شيء فينا ناكلهم. نروح على التشيبس، نروح على البزورات، نروح على القصص المالحة اللي بنشتريها بالأكياس من الأسواق، هذا بدنا نخففها قد ما فينا أكيد. حتى وهلأ الصورة اللي عم نشوفها معلمين عليهم شو لازم ناكل، يعني الجاتو، الحلويات، سكريات. نروح على فواكه، نروح على الفواكه يلي حطينا، يعني عصير فواكه، اشياء او لا، جبنه، هي يمكن زيت زيتون بعتقد، والافوكا. نعم. زيت الزيتون نحن معه، بس مثل ما سبق وقلت انه بكميات معينه، يعني نحن اكثر لازم نركز على اشياء يكون شيء ناتشورال، يعني مثل الخضره، مثل الفواكه، ابدا نبعد عن اللحم الحمراء اذا اخذناها ماكسيموم مره بالجمعه، إذا كنا عم ناخذ الدجاج ننقي الصدر مش الفخذ، ما ناخذ الجلدة تبع على صحة السلامة الجلدة شيلوها، يعني شيلوها أنتوا عم بتنظفوا الدجاج. إيه، لأنه هونيك بتجمع كل شيء كوليسترول. هلا في شيء شائع عند الناس بيفكروا إنه التريجليسيريد هو بس بيجي من الأشياء المدهنة. لا، التريجليسيريد هو سبب الأساسي أو الألكال الكحول أو البرودوي سكري، يعني كل شيء حلويات من السوق اللي نحن الحلو والألكول تريجليسيريد، كوليسترول الزيوت والقصص المعلبة والمصنعة وال...
واخر دراسات بينت انه الشاي الاخضر من اهم الاشياء اللي بيساعدنا انه نحن ننزل التريجليسيريد، فمن هيك نحن لازم نكون عم نركز على هذا الموضوع، بس اكيد بكميات نرجع منقول معينه، لانه في ناس مثلا عندها نقص بالحديد ما بيسوى كثير تكتر شاي، هو كمان كله بيرجع على الشخص. بدنا نخفف مثل ما قلنا الالكول والاشياء الحلويات من برا، بدنا نكتر السمك لانه كمان السمك بيفيد التريجليسيريد كل انواعه يعني كل من دون استثناء. ايه بس اكيد يكون مشوي وبكميات، اكيد نرجع منقول على طول بكل شيء بالحياه ما بدنا ناخذ كميات كثير كبيره، ومثل ما قال عبدو الصفار كثير مهم ان كان للكوليسترول والتريجليسيريد كثير بيساعدنا بكل شيء نحن. طيب الحلاوه والطحينه شو وضعهم؟ يا ويلي يعني شو ماكسيموم تريجليسيريد عن جد عم تحكي؟ مينيموم تريجليسيريد يعني الطحينة أعطاك طحينة بتعلينا الكوليسترول بالجسم، إذا عم ناخدها بكميات كبيرة، إذا أخذنا ملعقة صغيرة أو ملعقة أو ملعقتين صغار منا مشكلة، بس الحلاوة لأنه فيها طحينة وهيك جامعة بين الكوليسترول وجامعة بين التريجليسيريد لأنه في سكر بقلب، يعني درجاك حلاوة. نعم يعني حتى يعني الأعمار الصغيرة، يعني إذا في ولاد بحبوا كتير من ضمن شوال الحلويات الحلاوة فيهم ملعقة لملعقتين بالنهار ما في أي مشكل حتى نحنا كبار، بس نحنا مشكلتنا إنه عطول منروح إذا كميات كميات كبيرة، فمن هيك لازم نحنا جورمان بالطبيعة. إيه هلا هو الأكل طيب بس إيه بيحقق السعادة عن جد، بتوافق على هالمقولة إنه بيعطي سعادة بيطلع السيروتونين بقلب جسمنا، فنحن بنحس بكليزير او نحن مرتاحين، فمن هيك نحن عطول بنروح على الاشياء يلي على الشوكولا، لانه من المطارح بيعطينا سنساسيون بالراحه. الشوكولا بيعطي سعاده اكيد. أوكي. من اكثر من اكثر الاشياء. اوكي الحمد لله، بس ما تكتروا يعني شوي شوي من كل شيء احسن من انه يمنعونا عن كل شيء، مش هيك؟ حلو الواحد يقعد حد الشوميناه من عشية يكون عم ياكل شوكولا مع الأحبة اللي حواليه. تفضل. أوكي. عم يحضر سلم على السما مثلا، كتير حلو. إيه. شكرا لك ربيكا. خلصنا ربيكا خلاص؟ وي. هذا كل شيء لليوم؟ يلا. الأسبوع الجاي شو محضرين للأسبوع الجاي؟ هلا بنفكر. أنت شو حابين نحكي أنا عليك؟ خلص يعني. هلا بتتواصلي انت ونتالي، مهمة لإلها بطلع موضوع الناس بتحب تسمع تفاصيل عنه. من صار لافت انه ظابط مع نتالي الرجيم، كلهم عم بيقولوا لها هيك هون لزملائنا الصبح. بين عليا. نعم برافو. ايه مزبوط. برافو نتالي، عندها ارادة. اكيد. مرسي لك ربيكا حريقة اخصائية التغذية، الى اللقاء في الاسبوع المقبل باذنه تعالى.